بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد الرحمن عزت من كورس لينكس كوم أونلاين من موقع وكوم. ونشرح ناخد محاضرة 13. الجزء الأولاني بتتكلم عن الجروبس مانجمنت. المحاضرة اللي فاتت كانت من جزئين وكانت بتتكلم عن اليوزر مانجمنت. نشرح ناخد الجروب مانجمنت. أول حاجة، ايه فايدة الجروب؟ احنا مثلا عندنا كول، ماشي. الكول ديت في اللي هي الأونر بتاعها اللي هو اللي شاريها، ماشي. دوت اللي هو يعتبر اليوزر اللي شاريها. الحاجة التانية اللي هما الفاميلي، دول هما يعتبر الجروب، ماشي. معلش خط وحش. تالت حاجة اللي هما الأصل، أي واحد تاني. أنا دلوقتي لو جيت عملت يوزر، واليوزر دوت موجود في جروب، واليوزر دوت عنده عربية، ماشي. دلوقتي الفاميلي اللي هي جروب تقدر تتحكم في العربية دي، ماشي، طبعا على حسب البرميشن ان اليوزر هيديها له. بس هو دوت معنى مبسط للجروب، ماشي. هيبقى فيها كذا يوزر، كل يوزر ليه الملفات الخاصة بيه، وبيحدد الناس العيلة بتاعته تستخدمها ازاي. يبقى نقول تاني، الجروب ايه هي؟ عبارة عن مجموعة فيها اكتر من يوزر، كل يوزر ليه ملفات خاصة بيه، بيحدد الجروب اللي معاه اليوزرز في الجروب بتاعته اللي هي الفاميلي تستخدموها ازاي. تعالوا بقى نشوف الملفات الخاصة بالايه، بالفاميلي اللي هي جروبس. الملف الاولاني سلاش اي تي سي سلاش جروب، ماشي. طبعا ده ملف نصي كالعاده، لوكاس سلاش اي تي سي جروب. قال لي هنا ديت الجروبس اللي عندي، ماشي. تعال نشرحه. انت عندك هنا رساله، دوت الرساله 1 اسم الجروب، تاني حاجه اذا كان في باسورد او لا، تالت حاجه، ماشي، الجي اي دي، ماشي. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن حاجة اسمها UID اللي هو User Identification، وقلنا لو غيرنا الرقم ال UID ملفاتها هتضيع، انما لو غيرنا ال Name عادي. وعايز اتكلم عن حاجة اسمها GID اللي هي Group Identification. Group ID، Group ID دوت لو غيرنا رقمه الملفات هتضيع، انما لو غيرنا اسمه عادي جدا. اوكي، قال لي هنا مثلا انت عندك 8001 ده GID، ماشي. الملف التاني بس عشان نعده لازم يكون روت، وعشان برضه نعمل جروب لازم يكون روت. سيو واكتب الباسورد بتاعت الروت، اقول له كات سلاش اي تي سي سلاش جي شادو، لكن ملف شادو بتاع المرة اللي فاتت هو ده جي شادو. قال لي مثلا يا سيدي دوت الجروبس اللي عندك، قال لي مثلا انت عندك زي انا مش عامل باسورد لأي جروب. المهم انت عندك مثلا عايز ديت الجروب رسالة 1، وادي دوت الباسورد، ماشي، ودوت اليوزرز المشتركين فيها كشاب. يعني عندي هنا مثلا من جروب اللي اسمها ذكي مشترك فيها يوزر اسمه بي اس دي، عندي جروب اللي اسمها بوزي مشترك فيها يوزر اسمها بوزي وار ار وال واي وال واي او وال واي اي او 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ماشي. ده بالنسبة للملفات الخاصة باليوزر بالجروب. دلوقتي انا عايز اضيف جروب. المره اللي فاتت كنا بناخد يوزر اد عشان اضيف جروب، عشان اضيف يوزر. دلوقتي انا هستخدم جروب اد عشان اضيف جروب. جروب اد وبعد كده اسم الجروب. جروب اد مثلا اي موجود اي في في، اقول له كات، اقول له كات سلاش اي تي سي سلاش جروب. انت عندك في في وده الجي اي دي 8002. اوكي، تعالى نرجع للسلايد. طب انا عايز اغير رقم الجي اي دي، مش عايز اساسا بيتحكم فيا، انا اللي عايز اتحكم فيه. اقول له جروب اد داش جي سمول، بس كده رقم الجي اي دي اللي انا عايزه خليه مثلا 9000. بس كده اسم الجروب سميها كيكي. تعال نتأكد. قال لي يا سيدي انت عندك جروب اسمها كيكي، وانا اديت لك الجايز اللي انت عايزه اللي هو 9000، ماشي. طب انا عايز اديها جي اي دي خاص بالسيستم،
سيستم في اليو اي دي والجي اي دي بياخد من 1 لحد 1000، سوري من 0 لحد 1000 دوت اليو اي دي والجي اي دي. من 0 ل 1000 دول خاصين بالسيستم، يعني لو ضفت اي يوزر هيضيفولي 1001 1002، اي جروب 1001 1002. طب انا عايز اضيف جروب واديها رقم جي اي دي خاص بالسيستم، اقول له جروب اد داش ار كده اسم الجروب، اسميها مثلا بي بي، اقول له كات سي جروب اهل بي بي وهذا رقم الجي اي دي بتاعها الخاص بالسيستم. ماشي لحظة يا شباب، احنا دلوقتي بنعدل على جروب واحنا بنضيفها. ماشي قدام في الجزء التاني نعدل على جروب واحنا هنعدل على جروب بعد ما عملناها خلاص. اوكي طب لو انا عايز اعمل مجموعة باكتر من جي اي دي، ماشي انا عايز اعمل مجموعة اكتر من مجموعة سوري اكتر من مجموعة بنفس جي اي دي، يعني اقول له جروب اد داش جي ماسك رقم الجي اي دي 9001 ماسك اسم الجروب اس اس، قال لي عندك اس اس 9001. انا عايز اضيف مثلا جروب تاني بنفس الجي اي دي اللي هو 9001 نفس الكومنت. ماشي بس كده اسم الجروب، بس كده في الاخر داش او جروب اد داش جي سمول نفس رقم الاي جي اي دي متاكد قبل كده، بس كده اسم الجروب بس كده داش او في الاخر دوس انتر. تعالوا نتاكد، هو قال لي عندك اس اس 9001 ودي دي 9001 كده شغال. طب ده بالنسبة للجي اي دي. طب انا دلوقتي تعال نشوف كومنت تاني، اقول مثلا عشان اشوف كومنت تاني اقول له جروب اد، قال لي مثلا عندك داش اف ده يعني فورس، ماشي داش جي عشان نغير جي اي سي، داش اتش هيل داش او يعني يونيك كل الحاجات دي خدناها، وداش ار عشان نعمل اسمه داش بي عشان نعمل باسورد. طب اوكي تعال كده نجرب داش بي ولا اليوزر سوري جروب اد داش بي كده مثلا الباسورد خليها بس كده اسم الجروب اخليها جي جي كده خلاص عمل لي باسورد عمل لي جروب بالباسورد دوت. ماشي طب تعالوا كده ننفذ اكتر من كوماند مع بعض، قول له جروب اد داش جي دي الجي اي دي مثلا جي اي دي دوت سمعتها في حاجة كده بس كده خلينا اوبشن داش لا مش هينفع داش او مع بعض ولا ما ينفعش اصلا تاخده مع بعض، قول مثلا داش بي بس كده داش ايه تاني ما خدناش داش تاني. وشو بعد كده اسم الجروب، الجروب بس دي موجودة ونقول له كات اي تي سي جروب هي بي اس دي وادي جي اي دي طبعا عمل لها الباسورد اللي احنا كتبناه، بس طبعا الباسورد بتبقى متشفرة فحتى لو ظهرناها مش عارف اذا كانت هي ولا لا، بس تعالوا نشوف عمل ولا لا. ماشي بي اس دي وادي الباسورد، هو المفروض كان يشفرها بس مش عارف ليه ما شفرهاش. كشوف كده محاضرة النهاردة انتهت، اتمنى اكون فقت الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.